الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، سأقف معكم في هذا اللقاء مع مسألة هامة، وهي: هل تجوز الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟ أو بمعنى آخر، هل يجوز ذبح شاة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟ هل تجزئ نية العقيقة عن الأضحية؟ أو هل تجزئ نية الأضحية عن العقيقة؟ فلو رزق شخص ما بولد يوم الأضحى، ركز أخي في الله، فلو رزق شخص ما بولد يوم الأضحى، وأراد هذا الشخص أن يعق عن ولده، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ اعلم أخي رحمك الله أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. القول الأول قالوا: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. وحجة أصحاب هذا القول أن كل من العقيقة والأضحية مقصود لذاته، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى. وحجة أصحاب هذا القول أيها الإخوة في الله أن كل من العقيقة والأضحية مقصود لذاته، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى. القول الثاني قالوا: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهذا هو مذهب الأحناف، وبه قال محمد بن سيرين والحسن البصري وقتادة رحمهم الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وحجة أصحاب هذا القول أن المقصود من الأضحية والعقيقة واحد. ما هو أيها الإخوة؟ هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى. إذن القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهذا هو مذهب الأحناف كما قلت لكم، وبه قال محمد بن سيرين والحسن البصري وقتادة رحم الله الجميع، ورواية عن الإمام أحمد. وخلاصة ما تقدم، أو الخلاصة مما تقدم، أن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فمنهم من أجازها أيها الإخوة، ومنهم من منع، لأن المقصود مختلف. فإن المقصود بالأضحية هو الفداء عن النفس، والمقصود من العقيقة هو الفداء عن المولود وعليه، فلا يتداخلان. ولذا فأقول: فمن كانت لديه القدرة والسعة ذبح كل واحدة على حدة، ومن لم تكن لديه القدرة والسعة أخذ وعمل بقول من قال تجزئ، كما في القول الثاني. ولأن بعض أهل العلم قالوا أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية، هذا هو التفصيل في المسألة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، إنك على كل شيء قدير. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.